أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يطهر نفوسنا وأعمالنا. أسأل الله أن يصلح أولادنا ويبارك في أعمالنا وأن يطيل أعمارنا في طاعته ويحسن أعمالنا في مرضاته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وارفع النقل عن المسلمين. اللهم ارفع نار الحروب عن جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تطفئ نيران الحروب والفتن في جميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نجح أولادنا واستر نساءنا. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. أحبابي الكرام، أيها المصلون، أيها الصائمون الذين صمتم البارحة ليغفر الله تعالى ذنوبنا وذنوبكم، أحبابي الكرام، هذا اليوم ينبغي أن نحيي فيه بعض المعاني التي بدأت